السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. أول حاجة نصلي على رسول الله واللايك الحلو واشترك في القناة عشان إن شاء الله بإذن الله القناة تكبر بيكم انتوا وبإذن الله هتكبر بيكم انتوا. أسعار الكتاكيت يوم الأربع 11/9/2024 وليكم الأسعار. وزي ما قلت لكم يا جماعة فيديوهات قبل كده لازم نعمل مقاطعة على كتكوت الأبيض، حرام اما سعر كتكوت الابيض النهارده وصل 50 جنيه. لا وفي شركات تانية عاملين عرض جاي سعر كتكوت 44 جنيه. لازم يا جماعه نوقف وقفه صح ونعمل مقاطعه على الاقل من 20 يوم الى شهر، نعمل مقاطعه على كتكوت الابيض لغايه ما سعر كتكوت ينزل. محدش اليومين دول ينزل كتكوت خالص ابيض، هيبقى خساره جامده جدا وخراب بيوت عليه هو. وحتى اللي بيشتري 10 كتاكيت و20 كتكوت لازم يعمل مقاطعه، الكل لازم يعمل مقاطعه لغايه ما سعر كتكوت الابيض ينزل. كتكوت فيومي بلدي ب 11 جنيه ونص، كتكوت بدم شعر تشعير عالي ب 11 جنيه ونص، كتكوت بلد حر ب 9 جنيه ونص، كتكوت بدهجي 13 جنيه ونص، كتكوت بدهجي متهجن عالي 20 جنيه، كتكوت جميزه بيور ب 24 جنيه، كتكوت رز فرز برابر 16 جنيه، كتكوت رز على وش 19 جنيه، كتكوت رز فرز ديوك 24 جنيه، كتكوت سمان ب 5 جنيه ونص، كتكوت رومي اسود او كتكوت رومي برونزي نفس السعر يا جماعة، كتكوت الواحدة عامل 55 جنيه، كتكوت الوسط 53 جنيه، بط مسكوفي مخلط 48 جنيه، بط مسكوفي ار 41 55 جنيه، بط مرة المحلي 53 جنيه، بط فرنساوي بيور 38 جنيه، بط شرفان 23 جنيه، بط بكينعادة 20 جنيه. بالنسبة أسعار الأرانب المفتومة بتبدأ من 70 وأعلى سعر 90 جنيه، ده سعر الجزء الواحد. ولو عجبكم الفيديو بتاعي واستفدتوا منه اوعوا تنسونا باللايك الحلو واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.